بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور أحمد بدر، إن شاء الله محاضرة النهاردة عن Aggressive Periodontitis. الـ Learning Objective المفروض إن أنا أخرج بيها وفاهمها كويس، رقم واحد إن الـ Aggressive Periodontitis Different Periodontal Disease، مختلف في الباثوجينيسيس بتاعه عن الـ Chronic Periodontitis، وبما إنه إن هو مختلف فله ريسك فاكتورز مختلفة وتميزه، بالإضافة هنقدر نحن نتعرف عليها، بالإضافة إلى أن التريتمنت بتاعه بيبقى مختلف. فعشان كده لابد أن أنا من الأول أقدر أن أنا أعرف إزاي كلينيكالي أند راديوجرافيكالي أقدر أن أنا أميز حالة الأجريسيف بيرودونتايتس. الأجريسيف بيرودونتايتس بيقسم إلى جزئين، لوكالايزد وجنرالايزد. الجزء الثالث في المحاضرة إن أنا أفهم إن الهيتروجينيستي بتاعة الإيتيولوجيك فاكتورز بتاعة البرودونتال ديزيز الخاصة بالأجريسيف برودونتايتس، لأن أنا بيكون عندي مايكروبيولوجيكال ريسك فاكتور، إميونولوجيكال ريسك فاكتور، جيناتيك ريسك فاكتور، أند إنفايرومنتال ريسك فاكتور. ولازم افهم البروجنوزس بتاع اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس والجنرالايزد اجريسيف بيرودونتايتس، وازاي ان انا اقدر احط كومبريهنسيف تريتمنت بلان خاصه بالمرض ده. خلوني في البدايه استعرض معاكم تطور المسميات بتاعه الاجريسيف بيرودونتايتس، لان ده هيهمنا في موضوع ان احنا نفهم. في سنه 1923 كانوا بيسموا الموضوع ده ديب سيمنتوباسيا. ديب سيمنتو باسيا لان هو كانوا بيلاقوا ان في اسنان بيحصل لها ايرلي اكسوفيليتد وسيفير بيرودونتايتس، بس لما جه شاف لقى ان فيها بس جاست ان في ديفكت في السمنتم، فكان بيقول دي ديب سيمنتو باسيا، ما كانش المرض لسه معروف. بعد كده قالوا ان الموضوع ده لا ده ريليتد، لقوا ان هم بيبقى ريليتد لللور للانسايزور وللسكس الفيرست مولر، فعشان كده سموه بيرودونتوزز مارجنال بروجريسيفيه. مارجنال لان هو ريليتد للحاجات اللي هي الابر سنترال انسايزور اللور 6 الابر 6، وبيرودونتوزز لان هم كانوا متصورين ان الديزيز ده ديجنريتيف ديزيز وليس انفلوماتوري، فبعد كده سموا الديزيز ده بيرودونتوزز ان هو ديجنريتيف ديزيز. بعد كده اتبع البرودونت الورلد ورك شوب ان بيرودونتولوجي سنه 1966 وقال لك لا ده مش ديجنريتيف ديزيز خالص، ده عباره عن انفلاماتوري ديزيز، وتسمى في البدايات جوفونايل بيرودونتايتس. جوفونايل بيرودونتايتس لان هم كانوا بيقولوا ان ده بيجي في الناس اللي هم اليونج ايج، فبعد كده اتقال ان ده ديزيز، وتعرف ان ده ديزيز اوف ذا بيريود اوكيرنج ان هيلثي بيرسونز characterized by rapid loss of alveolar bone loss in more than one tooth of permanent dentition. في حين ان الاماونت بتاعت الدستراكشن اللي بتحصل لا تتناسب اطلاقا مع اللوكال فاكتور اللي موجود، وده اللي خلاهم يقولوا ان في نظريه اسمها specific black hypothesis ان الدستراكشن اللي بيحصل ده مش related للكوانتيتي بتاعه اللوكال فاكتور، وانما ريليتد للكواليتي بتاعه المايكرو اورجانيزم اللي موجوده. في سنه 1999 اللي هي الكلاسيفيكيشن القديمه اللي احنا ما زلنا برضو الى جزء ما ماشيين بيها، اتسمى اجريسيف بيرودونتايتس وتقسم الى لوكالايزد وجنرالايزد اجريسيف بيرودونتايتس. طبعا مع الكلاسيفيكيشن القديمه اتغير مفهوم كلمه اجريسيف بيرودونتايتس واصبح يسمى بالجريد اللي هي بما تعني الرابيديتي بتاعه البروجريسيف بتاعه البيرودونتايتس. جريد سي بيرودونتايتس مين رابيدلي بروجريسيف بيرودونتايتس. خلونا في الاول نعرف ايه اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس، البريفالنس بتاعه قد ايه في البيبيوليشن. less than 1% اوف بيبيوليشن. لو ان هو مور كومن ان فيميل، مور كومن ان فيميل، وان الوايت فيميل مور ذان الوايت ميل، وان البلاك ميل مور ذان البلاك فيميلز. لو ان هو الامريكان بلاكس افكتد مور ذان الوايتس. في حاجه اسمها فيميل برو باند. مع فيميل برو باند معناها ايه؟ معناها ان الفيميل هو الفيرست ديسكفرد او اللي هو الايرلي دايجنوز، بس ده مش معناه ان الفيميل اكتر. الفيميل اكتر لان هو ايرلي دايجنوزد اند ايرلي ديسكفرد للمشاكل اللي هي بتيجي بيها، بتبدا تشوف باثولوجيك مايجريشن ايرلي دايستما، بس النسب في الغالب ان الوايت فيميل مور ذان الوايت. طب
الاجريسيف بيردونتايتس ده بيقسم الى جزئين، لوكالايزد اجريسيف بيردونتايتس وجنراليزد اجريسيف بيردونتايتس. اولا الميزه اللي بتميز الاجريسيف بيردونتايتس ان في رابيديتي في الاتاتشمنت لوس، ان في رابيديتي في البوند ديستراكشن، ان في فاكتور فاميليال اجريجيشن فاكتور، ان الكلينيكال انفلاميشن والديستراكشن اللي انا شايفه بالرغم ان انا شايف عندي ديب بوكيتس الى ان هي لا تتناسب تماما مع كميه الديستراكشن اللي موجوده. معناه ايه؟ ان انا مش شايف اللثه انفليمد وريد واديميتس، لا بالعكس ده انا شايف اللثه ابير تو بي هيلسي، بس الموضوع ان وبالرغم ان انا عندي ديب بوكيت وديب ديستراكشن، بس انا عندي لان انا عندي مينيمال اماونت من البلاك ومينيمال اماونت من الكالكلاس، لان طبيعه المايكرو اورجانيزم اللي موجوده مختلفه وهايلي فيرولنت. فاحنا هنعرف ايه هي طبيعه المايكرو اورجانيزم دي كمان شويه. الايج بتاع الاجريسيف بيردونتايتس بيجي اراوند بيوبرتي. طيب اذا كان الاجريسيف بيردونتايتس ده جاي بصوره لوكالايزد للفيرست مولر وللانسايزور بس، زائد معاه اتنين بيرمننت توس او اقل او ازيد من اللي هم اتنين بيرمننت توس، يبقى اقول التشخيص بتاعي لوكالايزد اجريسيف بيردونتايتس. طب ايه اللي بيميز اللوكالايز الاجريسيف بيردونتايتس عموما عن الكرونيك بيردونتايتس؟ ان الريت اوف بروجريشن بتاع الاجريسيف بيردونتايتس من 3 ل 4 اضعاف الكرونيك بيردونتايتس. معناه ايه؟ اذا كان يعني لو انا جيت خدت سيريال ريديوجراف وبصيت عليها بعد شهر شهرين، هلاقي ان بيحصل رابيديتي في الديستراكشن بتاع البولوس، عشان كده بيتقال عليه رابيد اونست بروجريسيف بيردونتايتس اللي هو الاجريسيف بيردونتايتس. طب اذا انا لقيت عندي ان انا اكتر من سنه فيها القصه ديت، وفي يونج ايج والمولرز والانسايزر والبري مولرز والكناينز افكتد، بيكون التشخيص بتاعي جنرالايزد اجريسيف بيردونتايتس. يبقى مبدئيا انا اشخص الحاله، افرق بين الكرونيك بيردونتايتس والاجريسيف بيردونتايتس بالرابيديتي اوف بون ديستراكشن. طيب واقدر اميزه بايه كمان؟ اقدر اميزه بالايج اوف اونست بالديزيز ده. تاني حاجه طبيعه المايكرو اورجانيزم اللي هي نيتشر والكومبوزيشن للاسوشيتد سب جينجيفال مايكروفلورا، وان بيبقى عندي حاجه مهمه جدا بيكون عندي فيه فاميليال اجريجيشن او فاميلي هيستوري. عشان كده انا لما اشخص حاله اجريسيف بيردونتايتس لازم ان انا اشوف قرايبه، ابن عمه ابن خاله، لان ممكن يكون عنده نفس طبيعه الديزيز. الدياجرام ده بيوضح الرابيديتي اوف بروجريشن بتاعه الاجريسيف بيردونتايتس اللي هو بيمثل 4 أضعاف الكورونيك بيردونتايتس. يعني لو أنا جيت شفت اللي هو رقم 4 ده، هلاقي إن السهم ده شوف قد إيه في فترة صغيرة مع إيه الصغير هنا، إن بيحصل عندي رابيديتي في الديستراكشن غير الكورونيك بيردونتايتس. وده طبعا بيبقى مهم جدا في البروجنوزز. يعني لو أنا عندي شخصين اتنين وعندهم نفس كمية الكلينيكال اتاتشمنت لوس، واحد يونج ايج وواحد اولد ايج، بمعنى ايه؟ انا مثلا عندي عيان عنده كلينيكال اتاتشمنت لوس 7 ملي وسنه 20 سنة، وعيان تاني سنه 50 سنة وعنده كلينيكال اتاتشمنت لوس 7 ملي، تتصوروا انهي اللي يكون احسن في البروجنوزز، اليونج ايج ولا الاولد ايج؟ سامعك يا اللي بتقول الاولد ايج، الاولد ايج ده غلط. ليه؟ لان البروجنوزس هيكون اسوأ في اليونج ايج. يا ترى ليه؟ لان البيشنت ده ممكن على ما يوصل لسن الخمسين ممكن تبقى السنة دي ميديكالي كومبرومايزد هوبليس اكستراكتد، ممكن البيشنت ده يبقى معايا انذر سيستميك ريسك فاكتور ان هو كومبرومايز الكونديشن بتاعه البرودونتال تيشو، زائد ان التشخيص المبدئي بتاعي في السن اليونج ايج مع الرابيديتي بتاعه الدستراكشن بيكون اجريسيف بيردونتايتس. طب نكمل تاني الكلينيكال مانيفيستيشن، ايه اللي بيميز الاجريسيف بيردونتايتس؟ بيميزه ان انا عندي مينيمال اماونت للبلاك والكالكولس، يعني يهيئ ليا لما اشوف المنظر ان مفيش ديستراكشن، بالعكس لان هنا بيتناسب مع الكواليتي بتاعت الدنتال بلاك وليس الكوانتيتي، الكيف وليس الكم.
فبتلاقي الدنتال بلاك فيري سين، دنتال بلاك اند ريرلي مينرالايزد. والمايكرو اورجانيزم لما ابدا اعمل كالتشر للحاله هلاقي الموست بروديمينانت مايكرو اورجانيزم هو الاي اي اللي هي الاكتينوباسيلس اكتينوميسيتوكوميتانس، وده طبعا اسم قديم، دلوقتي الاسم الجديد للاي اي اسمه اجريجاتي باكتر اكتينوميسيتوكوميتانس. طب ايه تاني اللي انا بيميز القصه دي؟ كون ان بيحصل عندي رابيليتي في الكلينيكال اتاتشمنت لوس، فهبدا يحصل عندي باثولوجيك مايجريشن، فديستوليبيال مايجريشن في الابر انسايزر ودايستما فورميشن. فالنقطه دي مهمه جدا. فلما يجي لي عيان ويبدا يقول لي خد انا يا دكتور ما كانتش عندي الدايستما اللي بتوين الابر سنترال انسايزور دي وظهرت معايا فجاه، فلابد ان انا اقيس كويس واشوف الهيستوري كويس وابدا اعمل كلينيكال اكزامينيشن كويس، لان دي ممكن تكون ايرلي ساين لاجريسيف بيردونتايتس. طبيعي ان انا بما ان انا فقدت السبورتنج ستراكشرز للبيردونشيوم، فهيبقى في درجه من درجات الموبيليتي في الانسايزور والفيرست مولر، دال سنسيتيفيتي، دال بين سنسيتيفيتي، فود امباكشن لان بيبدا يحصل اوبن كونتاكت بين السنان، لايبيليتي للبيردونتال ابسس. اهم حاجه بتميز اللوكالايزد اجريسيف بيردونتايتس عن الجنرالايزد اجريسيف بيردونتايتس ان بيبقى فيه سترونج انتي بودي ريسبونس. تعالوا نشوف كده الناس مركزه ولا لا. ها السؤال الاولاني ده ايه اجابته؟ ايه ذا بريفالنس اوف لوكالايزد اجريسيف بيردونتايتس از ليس ذان؟ ها ايوه صح، ليس ذان 1%. Aggressive periodontitis is more prevalent in ها ايوه African American Black American. لو جينا نبص على الحالة دي ونطبق الكلام اللي احنا قلناه هنلاقي هنا ان دي حالة female patient 15 years old with localized aggressive periodontitis. طبعا فان ده بيحصل فعلا most frequently in period between puberty and 20 years old affecting female more than male affecting the first molar والincisor زائد ان انا عندي lack of clinical inflammation التشو يعني appear to be clinically healthy بالرغم ان انا عندي deep pocket، كمية البلاك والكالكولاس اللي موجودة تكاد تكون منعدمة على السيرفس بتاعة الاسنان. لو انا جيت الحالة دي خدت منها bacterial culture هلاقي ان في عندي microorganism مميز جدا اللي هو الاكتينوباسيلس اكتينوميسيتوكوميتالز وليفلز عالية جدا من المايكروورجانيزم اللي هو البور فيرومونا الجينجيفاليز، بيبقى في rapidity of progression للديزيز ده، rapidity of progression اللي هي من 3 لأربع أضعاف الكورونيك بيردونتايتس. دي حالة تانية 21 years old black female with good oral hygiene and little evidence of gingivitis. لو جينا بصينا على منظر البون architecture والبون ليفل، طبعا لما بيتفتح الجراحة ده بيداد ديفكت، شايف هنا قد ايه منظر هنا الانجولار بولوس اللي موجود، الفوركيشن انفولفمنت، الديفكت اللي موجود ميزيالي اند ديستالي، هنعرف ان ده بيبقى مميز جدا في الاكس راي في اللوكالايزد اجريسيف بيردونتايتس، وبيتقال عليه ارك شيب باترن اوف بولوس وبيكون باي لاترال، عشان كده بنقول عليه ميرور ايمج ابييرنس. برضه حالة تانية 15 years old female with moderate oral hygiene، شوف وشوف هنا البدايات البولوس أو الرابيديتي أوف بروجريشن، الفرق بين الإكس راي اللي فوق والإكس راي اللي تحت هو عبارة عن شهرين اتنين بس، شوف قد إيه هنا حصل كمية البون لوس اللي بدأت تحصل هنا واللي هنا، ولو العيان ده استنى كمان شوية وأنا ما عملتش early diagnosis و early management للكيس هيحصل مش هيكون العيان ده يوصل لمرحلة ان ممكن يفقد الضرس ده خالص، فلازم ان انا اعمل early diagnosis و early careful management او comprehensive management زي ما نعرف كمان شوية. طب السؤال ده permanent teeth other than incisor and the first molar that are affected in localized aggressive periodontitis should not be more than more than كام؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ ها
الإجابة طبعا 2، لأن لو أنا العدد ده زاد عن سنتين غير الفيرست مولر والفيرست انسايزو، بمعنى إن أنا بقى عندي البري مولرز كلهم بام انكلودد والكاناينز كمان بام انكلودد والسيفن انكلودد، يبقى الحالة دي تشخيصها جنراليزد اجريسيف بيرودونتايتس. سترونج انتي بودي ريسبونس، اول ما تشوف سترونج انتي بودي ريسبونس يبقى على طول يبقى ده مميز لايه، كورونيك ولا لوكالايز ولا جنراليزد اجريسيف ولا جينجيفايتس؟ طبعا لوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس، وده من ضمن الاسباب ان بيخلي الاجريسيف بيرودونتايتس يكون في صوره لوكالايزد فورم. انما لما نيجي للجنراليزد اجريسيف بيرودونتايتس هنلاقي ان ما بيبقاش فيه خالص نيجاتيف سترونج انتي بودي ريسبونس. طب راديوجرافيكالي ايه اللي هشوفه؟ انا يهمني عشان اشخص الحاله كلينيكالي، لو انا شفت الملامح دي هطلب اكس راي. فايه اللي انا اشوف في الاكس راي؟ اول حاجه بشوفها ان الموضوع ده بيكون باي لاترال، السكس انفولفد والسكس انفولفد، وهنعرف كمان شويه ايش معنى السكس والانسايزر هم اللي بيبقوا فيرست افكتد. تاني حاجة ان الديفكت ده بنقول عليه ارك شيب باترن اوف بولوس. لو جيت حضرتك بصيت هتلاقي ان انا عندي هنا ميزيال او انجولار ديفكت وهنا برضو ديستال انجولار ديفكت، فبيعمل لي حاجه اسمها ارك شيب باترن اوف بون لوس، ارك شيب باترن اوف بون لوس. دي حاله 15 years old black female had a twin with similar disease. النقطه دي مهمه جدا، ليه هذا twin of similar disease؟ لان احنا قلنا ان الديزيز ده له فاميليال اجريجيشن باترن، عشان كده لما تشخص حاله زي كده لابد ان انت تشوف الصله بين اولاد الخاله اولاد العم والقرايب، عشان ممكن يكون عندها، لان الديزيز ده له جيناتيك بريديسبوزنج. طبعا الكلينيكال والراديوجرافيك مانيفيستيشن اوف اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس. طيب يا ترى ايه الاسباب اللي تخلي ان اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس ليميتد بس للفيرست بيرمننت مولر والفيرست انسايزور؟ السلايد دي مهمه جدا نركز عليها. في اربع اسباب مختلفين. السبب الاولاني قال لك لان الفيرست انسايزور والفيرست بيرمننت مولر هم اول سنان بيحصل لها ايربشن عند سن 6 سنين، فبيبدا يحصل كولونايزيشن للاي اي، مع الوقت بيبدا ان الاميون سيستم ديفلوبنج اميونيتي اجينست المايكرو اورجانيزم ده ويحصل فاجوسايتوزيس ويبدا يعادل الليكوتكسيك اكتيفيتي بتاعه الاي اي ويحصل بيرن اوت للديزيز. بيرن اوت يعني استوب للاكتيفيتي بتاعه الديزيز، ان هو يؤثر على الاسنان الثانيه البري مولرز والكناينز والسيفن، فبيحصل لوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس لان جسمنا بيكون كون سترونج انتي بادي ريسبونس، ودي من المميزات بتاعه اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس. طب ايه السبب الثاني؟ السبب الثاني لان هم لقوا ان في بعض البكتيريا زي الستريبتوكوكس سينجس عندها القدره ان هي بتفرز هيدروجين بروكسايد اللي هو ال H2O2. ال H2O2 ده ليسل للاي اي، فكون ان هو قتل الاي اي اللي كانت متركزه في المناطق دي فمش هيحصل مور سبريد للانفكشن للازارتيس. يبقى ده السبب الثاني ان زيرس بكتيريا which has antagonistic effect against الاي اي like الستريبتوكوكس سينجس بتعمل ايه؟ بتفرز H2O2 يقتل لنا الاي اي. تالت حاجه ان الاكتينوباسيلس اكتينو مايسيتوك ميتانز وزن تايم بتفقد الليكوتوكسيك اكتيفيتي بتاعتها. ايه هي الليكوتوكسيك اكتيفيتي بتاعتها؟ الليكوتوكسين ده عباره عن الليكوتوكسين ده عبارة عن اكزوتوكسين الاي اي بتفرزه، الهدف منه ان هو يقتل الليكوسايتس، تخيل. فلما الاي اي تفقد الاكتيفيتي بتاعة الليكوتوكسين ده يبقى ما عندهاش ليكوتوكسين، تمام؟ يبقى وبالتالي الهوست
اميون سيستم متمثل في الليكوسايتس هيقدر ان هو يجي يهاجم الاي اي ويعمل ليميتيشن للسبريد بتاع الاي اي. فدولت الثلاث اسباب الرئيسيه، زائد ان في سبب رئيسي رابع، ان لقوا ان بيحصل فيه ديفكت في السيمنتم في الحالات اللي بتبقى لوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس. طبعا السيمنتم ده مهم جدا عشان الاتاتشمنت للبرودونتال ليجامنت، حتى لو والنيو ريجنريشن للبون وللبرودونتال ليجامنت. يبقى دول الاربع اسباب المهمين اللي يعملوا لنا ليميتيشن للسبريد بتاع اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس، ويبقى ليميتد للفيرست مولر وللفيرست انسايزر. ان رقم واحد ان انا بيكون عندي سترونج انتي بادي ريسبونس، رقم اتنين ان انا بيكون عندي بكتيريا انتجونيستك للاي اي اللي هي الستريبتوكوكس سينجاس، رقم تلاتة ان الاي اي ممكن تفقد الليكوتوكسيك اكتيفيتي بتاعتها وتعمل ديزيز ارست، رقم اربعة ان بيكون عندي ديفكت في السمنت. ها السؤال ده بقى، هايبوبلاستيك سيمنتوم is seen in chronic gingivitis, chronic periodontitis, localized aggressive periodontitis ولا generalized aggressive periodontitis؟ أيوة الإجابة طبعا الصح localized aggressive periodontitis. السؤال ده مهم، ليه بيبقى فيه site limitation في localized aggressive periodontitis للفيرست مولر والفيرست انسايزر؟ للاربع اسباب اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية. خلينا نبدأ بقى. طب انا دلوقتي اتعرفت على اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس كلينيكالي وريديوغرافيكالي وعرفت ليه بيكون في سايت ليميتيشن، طب يهمني دلوقتي اعرف ايه هي الخصائص بتاعة الجنرالايزد اجريسيف بيرودونتايتس. اولا بيبقى في رابيد اونست ورابيديتي في البروجريشن بتاعة البرودونتايتس. طب وايه تاني؟ يعني شايفين المنظر ده، دي 22 years old female, tooth mobility spacing between lateral incisor, central ولateral incisor. بس لما تيجي تبص على منظر الاكسري هتلاقي ده انت عندك generalized bullus related للأبر incisor وللبريمولرز أبر ولور بريمولرز والسكس والسيفن والسيفن. 5 years later with no maintenance for this case resulting in deterioration and further spacing, bone loss and more mobility. طبعا ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الباثولوجيك migration او appearance of median diastema. طب يا ترى ايه الخصائص اللي بتميز generalized aggressive periodontitis؟ رقم واحد اللي هو affected individual under 30 years old. Poor response للأنتيبودي، عشان كده بيبقى فيه generalized interproximal attachment loss فأكتر من يعني at least 3 permanent teeth other than the first molar والincisor. Rapidity of progression دي برضو كانت في localized aggressive. الamount of البلاك ما بتتناسبش مع البرودونتال destruction. بتظهر أنواع من الميكروأورجانيزم بالإضافة إلى الAA زي البي جنجيفاليز والترنيلا فورسايسيا مور بريدومينانت. الديزيز ده بيمر بمرحلتين، مرحلة بيكون فيها highly activity ومرحلة بيبقى فيها remission. في المرحلة اللي بيبقى فيها activity بلاقي التشو severely inflamed، والمرحلة اللي بيبقى فيها remission أو subside للinflammation بيبقى فيها minimal clinical inflammation, minimal bleeding, minimal redness, minimal edematous tissue. الجزء ده بيحصل على فترات من الديستراكشن وفترات من الخمول، فبيبقى في مراحل، لان بيبقى عندي بور انتي بودي ريسبونس فبيبقى في ديستراكشن ستيج، بيبقى في هايلي اكتيفيتي للمايكرو اورجانيزم، التشو بيبقى سيفيرلي انفليمد، بيبقى في بليدنج مع البروبنج، بيبقى في رابيديتي اوف الاتاتشمنت لوس والبون لوس. والمرحلة الثانية اللي هي بيبقى فيها ريميشن أو بيتقال عليها كويسنس ستيج، الأنسجة تبان إن هي جينجفا أبير بينك وفري أوف كلينيكال انفلاميشن، مينيمال كلينيكال انفلاميشن، والبون ليفل ريمين
ستيشنري او ثابت ستاتيك، ما بيحصلش اكتيفيتي او رابيديتي للبولوس، بس انا اقدر اشخص الحاله ديت كلينيكالي، ديب كلينيكالي، بان انا هلاقي ديب بوكيتس مع كلينيكال، مع راديوجرافيك مع راديوجرافيك بون لوس، جنراليزد راديوجرافيك بون لوس. يبقى اللي بيميز الجنراليزد اجريسيف بيردونتايتس عن اللوكالايزد اجريسيف بيردونتايتس، رقم واحد ان انا عندي بور انتي بودي ريسبونس، الموضوع ده بيكون جنراليزد في اكتر من 3 4 اسنان غير الفيرست مورا والانسايزور، في رابيديتي اوف بروجريشن، طبيعه المايكرو اورجانيزم اللي موجوده بيزيد على عليها غير الاي اي البيجنجيفاليس والترنيلا فورسايسيا، بيبقى في بيريود اوف ديستراكشن وبيريود اوف كويسنس او بيريود اوف ريميشن. لما اجي ابص على الاكس راي هلاقي الاكس راي فيه ديفرنت رينجنج من سيفير بون لوس اسوشيتد مع ديفرنت نمبر اوف تيس لادفانسد بون لوس على حسب انا شفت العيان في انهي مرحله. يعني لما اجي اشوف البون لوس اللي عند اللور سنترال انسايزور دي هلاقي بس هلاقي ان انا عندي بون ليفل يمكن التلت من البون بس هو اللي موجود، كذلك برضو عند السكس الفوركيشن في فوركيشن انفولفمنت في ارك شيب باترن ميزيالي اند ديستالي، هلاقي برضو هنا عند البري مولرز الابر بري مولرز هوريزونتال بول لوس، برضو كذلك هنا البري مولرز هوريزونتال بول لوس اند سو اون. الحاله ديت حاله جنرالايزد اجريسيف بيردونتايتس في واحد عنده 22 سنه بلاك فيميل. طيب يتفضل لنا جزء ان احنا عايزين نبدا نتكلم عنه الريسك بتاعه البيردونتال ديزيز او ايه هما يعني اكيد ان الاجريسيف بيرودونتايتس ده مختلف عن الكرونيك بيرودونتايتس، ايه اللي مخلي ان في رابيديتي اوف بروجريشن؟ عشان نفهم الريسك اوف بيرودونتال ديزيز لازم نفهم ان الباثوجينيسيس بتاع البيرودونتال ديزيز ما هو الا معركه حربيه بين المايكرو اورجانيزم وبين الهوست. المايكرو اورجانيزم ده بيديني مجموعه من الانتيجينز، مجموعه من التوكسينز، لايبوبولي ساكرايدز، وجسمنا بيرد بخلايا زي البوليمورف نيوكلير ليوكوسايتس او الانتي بودي. والله لو بدا يبقى فيه مور انفلاماتوري ميدييتورز سايتوكاينز وبروستاجلاندينز وحاجات تبدا تكسر الكولاجين زي الماتريكس ميتالوبروتونيز او كولاجينيز، هيبدا يحصل ديستراكشن للكونكتيف تيشو اللي هو البرودونتال ليجامنت وكذلك البون، وتبدا تظهر الساينس بتاعه الديزيز اللي هي متمثله في بون ريزوربشن موبيليتي والكلام اللي احنا شايفينه. هل الكلام ده بس هو عباره عن مايكروبيال هوست انتر اكشن؟ لا، ده بس تحت كمان في فاكتورز ممكن تبقى مساعده اللي بنقول عليها اللي هي الجيناتيك ريسك فاكتور زائد الانفايرومنتال ريسك فاكتور. يعني ايه انفايرومنتال ريسك فاكتور؟ البيشنت ده ممكن يكون سموكر، ان كنترولد دايابيتيك. فهنبدا نتكلم عن اربع مين في حالات الاجريسيف بيرودونتايتس اللي هو المايكروبيال فاكتور المميز لحالات الاجريسيف بيرودونتايتس، الاميونولوجيك ديفكت اللي بتكون مميزه لحالات الاجريسيف بيرودونتايتس، الجيناتيك فاكتورز والانفايرومنتال فاكتورز. الريسك فاكتور فور اجريسيف بيرودونتايتس مهمه جدا، والاميونولوجيك فاكتورز برضو اللي هي كريسك فاكتور مهمه جدا، هنتكلم عن واحد واحد من دول بالتفصيل ان شاء الله. علشان نقدر نفهم ايه هي العلاقه بين المايكرو اورجانيزم وبين ان هو يسبب الديزيز او ان نوع معين من المايكرو اورجانيزم هو اللي يسبب الديزيز، السؤال ده جاوب عليه العالم سكرانسكي وحط خمسة كرايتيريا لازم يكونوا موجودين في المايكرو اورجانيزم. والله اذا توفروا الخمسه كرايتيريا دولت بقول ان المايكرو اورجانيزم ده هايلي فيرولنت عشان يقدر يعمل لي بيرودونتال ديستراكشن. طيب الكلام ده طبعا احنا خدناه في الدنتال بلاك بايوفيلم، بس مهم ان احنا ناكد عليه تاني. ايه هم الخمسه كرايتيريا دولت؟ رقم واحد ان المايكرو اورجانيزم ده بالفعل يكون عندي موجود اللي هي اسوشيشن وموجود بنسب عاليه. تاني حاجه ان لما اعمل علاج للحاله دي كويس يحصل اليمينيشن. تالت حاجة إن يبقى عندي إن المايكرو أورجانيزم ده عنده القدرة إن هو يعمل هوست ريسبونس، وإن جسمنا يبدأ يقاوم عن طريق الأنتي بادي، عن طريق البوليمورف اليوكلر ليكوسايت سيلز.
رابع حاجة والمهمة جدا واللي هي بتفرق بعض المايكرو اورجانيزم عن بعضها، ان يكون له فيرولانس فاكتور. فيرولانس فاكتور اللي هي عوامل الشراسة بتاعة المايكرو اورجانيزم، الأسلحة بتاعة المايكرو اورجانيزم. بتختلف من مايكرو اورجانيزم للتاني. في بعض المايكرو اورجانيزم بتملك سيفير توكسينز، انزيمز، موتيليتي زي السبايروكيتس. ان هو المايكرو اورجانيزم ده لو اتحط في الانيمال او ان اكسبيريمنتال انيمال يعمل لها نفس الديزيز. طب على قمه المجموعه دي مين يا شباب؟ على قمه المجموعه دي الاي اي اللي هي الاكتينو باسيلس اكتينو مايسيتوكوميتانز، هتلاقيها مع اسوشيشن واليمينيشن وهوست ريسبونس وفيرولانس. عشان كده الاي اي تعتبر هي البكتيريا الماركر المميز لحالات اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس. بس برضو ممكن ان انا الاقي جزء من البور فيروموناس جينجيفاليس وبعض من البروفيتيلا انترميديا. السبايروكيتس، بص لو لقيت برضو السبايروكيتس، بس السبايروكيتس مش من المايكرو اورجانيزم اللي هي بتاعت الاي اي، ده دي بتاعت الاي نيو جي والاي نيو بي. شوف برضو هنا الاسوشيشن، الاليمينيشن، الهوست ريسبونس، الفيرولانس فاكتور، والانيمال ستاديز بتاعتها. عشان كده بنقول ان الاي اي اكتينو باسيلس اكتينو ميسيدو كوموتاليز هاز بين امبليكيتد از برايمري باثوجينز اسوشيتد مع اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس بنسبه فوق ال 90%. عشان كده بنقول عليها بكتيريال ماركر للاجريسيف بيرودونتايتس اللي هي الاي اي. طبعا الاسم القديم كان اكتينو باسيلس اكتينو مايسيتوكوميتانز، الاسم الحديث دلوقتي اجريجاتي باكتر اكتينو مايسيتوكوميتانز. طب وايه تاني؟ لان المايكرو اورجانيزم ده عنده القدره ان هو يعمل انديوس هوست ريسبونس، فهلاقي اليفيتد ليفل اوف الاي اي في الاكتيف سايت زائد ان اليفيتد سيرام انتي بودي في حالات اللوكالايزد اجريسيف. طيب زائد ان لم في علاقه فعلا كوريليشن بتوين لما انا اجي اعمل سكيلينج كويس وتريتمنت للحاله كويس، وهلاقي ان بيحصل ريدكشن في الليفل بتاع المايكرو اورجانيزم. طب الاي اي بتفرز ا نمبر اوف فيرولانس فاكتور، نمبر اوف فيرولانس فاكتور ده بيخلي ان ليها مور شراسه. طيب في عندنا ستادز بتقول ان زائد ان الاي اي طبعا اذا كانت هي بنسبه 90% بس، الاقي عندي البي جنجيفاليس، البروفيتيلا انترميديا، الفيوزي بكتيريا نيوكليتيوم، الكابيلوباكتر ريكتاس، التريبونيما دينتيكولا، اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس وجنرالايزد اجريسيف بيرودونتايتس. طيب لو جينا بصينا وكأننا بنراجع ونشوف ايه هي الفيرولانس فاكتور اللي موجوده في الاكتينو باسيلس اكتينو مايسيتوكوميتانس، شوف اخطر حاجه عندها ليكوتوكسين، ده توكسين اكزوتوكسين قادر ان هو يقتل الليكوسايتس البوليمورف نيوكليو. ايه تاني؟ عندها سايتوتوكسين يقدر يعمل انهبيت الفايبروبلاست. ايه تاني؟ عندها بعض الكيميكالز ان هي تقدر تعمل انهبت عملية الكيموتاكسس، وزي ما احنا عارفين ان عملية الكيموتاكسس ديت عاملة زي الشطة نفسها ان انا عشان اتراكت البوليمورف نيوكلير ليكوسايتس، فكون ان انا بقدر اعمل انهبت للكيموتاكسس ايجنت ده عن طريق ان هي بتفرز المواد دي، فيحصل ان البوليمورف ما تروحش للبكتيريا. زائد ان هي بتقدر تفرز انزيم اسمه كولاجينيز، شوف من اسمه اسمه كولاجين ايز، يعني ايه كولاجينيز؟ يعني بيقدر يكسر الكولاجين. طب ده يبقى معنى كده ان البرودونتال ليجامنت هيحصل له ديستراكشن، مهم جدا للاتاتشمنت. زائد ان هي عندها اميونو سبريسيف فاكتورز، زائد ان هي عندها فاكتورز تعمل انهبت للاف سي بورشن بتاع الاميونوجلوبولين. احنا عارفين ان الانتي بوديز الاميونوجلوبولين بيتكون من اف سي بورشن واف اي بي بورشن. الاف سي بورشن ده جزء اللي هو الستيم بتاعه الانتي بودي اللي هو بيبقى موجود على السيرفيس، له ريسبتور على السيرفيس بتاع الماكروفاج، فكون ان انا عندي اقدر ان انا اعمل انهبت للبرودكشن بتاع الاميونوجلوبولين جي، زائد ان المايكرو اورجانيزم ده بيفرز اندوتوكسين، اندوتوكسين
ده عبارة عن توكسينز بيتفرز من البكتيريا في حالة ان البكتيريا دي تبقى ديد بكتيريا او ديورنج السيل سايكل او السيل ديفيجن، اسمه لايبوبولي ساكرايد. ده خطير جدا جدا لان ده بيقدر يعمل انديوس لبون ريزوربشن وبون انفلاميشن. طيب ايه تاني من العوامل اللي عندي ليه؟ ايه عندها عوامل التصاق رهيبة اللي هي اتاتشمنت بايلي وفيمبريا تساعدها ان هي تلزق على التو سيرفيس. ما هو لازم المايكرو اورجانيزم ده عشان يقدر يعمل انفيجن لازم يكون عنده باور للادهيجن، زائد كمان ان هي عندها بكتيروسينز. البكتيروسينز ده بيقتل البكتيريا النافعه زي الاكتينومايسيس والستريبتوكوكاي. طبعا ده الاسم الجديد للاكتينو باسيلس اكتينو ماسيتوكوميتانز، اسمها اجريجاتي باكتر اكتينو ماسيتوكوميتانز. وطبعا كلها كواليفاي ذا موديفايد سكرانس كيوبوستيوليت اللي هم الخمسه كرايتيريا اللي احنا اتكلمنا عنهم، الاسوشيشن والاليمينيشن وان يبقى في هوست دامج وان يبقى في فيرولانس وان يبقى في انديوز انيمال اكسبيرمنت وين ذا مايكرو اورجانيزم انديوزد ان اكسبيرمنتال انيمال كوز ذا سيم ديزيز. الاي اي موجوده في اتنين فورم، يهمني ان انا ابقى عارف ان في هايلي توكسيك فورم ومينيمال توكسيك فورم. بكده يبقى احنا خلصنا الجزء الاولاني من الريسك فاكتور اللي هو المايكروبيال ريسك فاكتور، وعرفنا ان الاي اي بتسمى البكتيريال ماركر للخمس اسباب اللي هم يتناسقوا مع السكرانسكي كرايتيريا اللي اتحطم عشان تو ايدنتيفاي ان المايكرو اورجانيزم يكون هايلي فيرولنت مايكرو اورجانيزم. هنبدا نتكلم عن جزء مهم اللي هو الاميونولوجيك فاكتورز او الاميونولوجيك ديفكت اللي بتبقى موجوده في حالات اللوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس. علشان نفهم موضوع الاميونولوجيك ديفكت اللي بتبقى موجود في حالات اللوكالايزد اجريسيف بيردونتايتس، خلينا نبص للدياجرام البسيط ده اللي بيوضح هنا. طبعا هنا الجزء ده اللي هو التوكسينز اللي موجوده عندي اللي هي متمثله في اللايبوبوليساكارايدز توكسينز، اللي هي متمثله في المايكرو اورجانيزم اللي هو الاي اي، وطبعا هنا عندي اللي هي الماكروفاج او الريسبتورز نفسها. طب لو انا عندي الخلية ديت في ديفكت في عملية الكيموتاكسيز ان الماكروفاج دي تروح، فالشخص ده هيبقى عنده كون ان هو عنده ديفكت في الماكروفاج او ديفكت في عملية الكيموتاكسيز يبقى هيبدأ عنده ده واحد من ضمن الاميونولوجيك ديفكت. اتنين، خد بالك من حاجة ان لما بيحصل هوست ماكروبيال انتر اكشن بتبدأ الماكروفاج تفرز الأسلحة بتاعتها. طب إذا كانت اللي هي هايبر ريسبونسيف، هايبر ريسبونسيف يعني إيه؟ يعني هي عندها ديفكت بعض الخلايا اللي هي زي المونوسايتس، هايبر ريسبونسيف مونوسايتس، هايبر ريسبونسيف يعني بتطلع انفلاماتوري ميديتورز بغزارة زي الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتيومر نكروزنج فاكتور ألفا. ده هيبدأ بدل ما يعمل استيميوليت للإميون ريسبونس ده هيعمل أكتيفيت الأوستيوكلاكت الاوستيوكلاست اكتيفيتي ويبدا يحصل سيفير بول لوس واكتيفيت الكولاجينيز ويبدا يحصل تيشو ديستراكشن. عشان كده اول حاجه عندي الناس اللي هم مع اجريسيف بيرودونتايتس لقوا ان هم بيكون عندهم ديفكت في عمليه الكيموتاكسيس وديفكت في البوليمورف نيوكلير ليكوسايتس والمونوسايتس. مش بس كده، ان المونوسايتس بتبقى هايبر ريسبونسيف للمونوسايتس ان ريسبونس لللايبوبولي ساكرايدز بيريديوس مور بروستاجلاندين اي 2 يؤدي الى ان هو يحصل انكريز للكونكتيف تيشو او البونلوس. دي عامله زي فكره ايه؟ فكره ان ضابط دخل على مجموعه حراميه ومعندي مجموعه رهائن، بس بقى في ضرب عشوائي فضرب اللي هم المفروض ان هو يبقى دايركت توارد الناس الحراميه دول اللي هو الانتيجين الوحش ده، فبدا الضرب ده اصاب الرهاين كمان. فهنا دي ان هي هايبر ريسبونسيف الخليه نسبه هايبر ريسبونسيف مونوسايتس، فتلاقي فيه هاي اكتيفيتي للاوستيوكلاست
عشان نفهم بقى الاميونولوجيك ديفكت اللي بتحصل مع حالات الاجريسيف بيريدونتايتس، لازم نبقى فاهمين اول حاجه اللي هو طبعا يعني نراجع مع بعض جزء بسيط جدا في الميكروبيولوجي. الانتي بادي بيتركب من جزئين، الجزء اللي هو بالاحمر ده اللي بنقول عليه اللي هو الاف سي بورشن، والجزء اللي هو بالاخضر ده اللي هو بنقول عليه الاف اي بورشن، اللي هو بينتهي بسبيسيفيك سايت للانتيجين. الاف سي بورشن ده المفروض ان هو بيلحم فين؟ له ريسبتور معين على السيرفيس بتاعه الماكروفاج. طب اذا كان الشخص ده عنده ديفكت في الريسبتور ده، الريسبتور ده مش موجود او ديفكت في الريسبتور ده، يبقى الانتي بودي ده هيبقى يلحم ازاي على السيرفيس بتاع المونوسايتس او السيرفيس بتاع الماكروفاج؟ وبالتالي يكون ان انا عندي ديفكت في المونوسايتس، يبقى برضو ده من ضمن الحاجات اللي هي بتخلي الناس دي عندها liability او defect في الاميون سيستم. طب ايه تاني؟ طبعا في حاجه اسمها ميجور هيستو كومباتيبلتي 1 وميجور هيستو كومباتيبلتي 2. الفايده من الميجور هيستو كومباتيبلتي 2 ده عباره عن حاجه بتعمل انتيجين بريزنتيشن. انتيجين بريزنتيشن ليه؟ بعد ما الماكروفاج تعمل انفولفمنت، بتعمل بريزنت الانتيجين على السيرفيس بتاع الميجور هيستو كومباتيبلتي 2 عشان تبدأ تنده لخلايا أخرى متخصصة، ويحصل ماتوريشنز للبي سيلز ويحصل. فإذا كانت إن في أوفر إكسبريشن للميجور هيستو كومباتيبلتي 2، فبيبدأ إن بيبقى في أوفر برودكشن للإنفلاماتوري ميدييتورز. فعشان كده الاميونولوجيك ديفكت اللي احنا بنشوفها بنلاقي فيه ديفكت في المونوسايت ريسبتورز للهيومن اميونوجلوبولين جي 2، بيبقى في اوتو اميونيتي اجينست الكولاجين واجينست الدي ان اي، بيبقى في برضو انكريز اكسبريشن اوف الميجور هيستو كومباتيبلتي 2 يؤدي الى التورد تي هيلبر تي سبريسور سيل فانكشن اند بولي كلونال اكتيفيشنز اوف بي سيلز باي مايكروبيال بلاك، زائد ان بيبقى في زائد ان بيبقى فيه alternation في الهيومن ليكوسايت انتيجين اللي هو رقم A9 وهيومن ليكوسايت انتيجين B15. طب يا ترى السؤال ده مهم، ايه هي الاميونولوجيك ريسك فاكتور اللي هي مميزة للاجريسيف بيريدونتايتس؟ رقم واحد، ان البيشنز اللي وذ اجريسيف بيريدونتايتس ديسبلاي فانكشنال ديفكت في الكيموتاكسيس والفاجوسايتوزيس بتاع البوليمورف اليوكلار ليكوسايتس. 2، ان بيكون عندي هايبر ريسبونسيف مونوسايتس ان ريسبونس تو لايبوبوليسكارايدز وذ برودكشن اوف بروستاجلاندين اي 2، وبالتالي يؤدي الى كونكتيف تيشو ديستراكشن وبون لوس. رقم 3، ان بيكون عندي ديفكت في الريسبتورز بتاعه المونوسايتس اللي هي خاصه بالاميونوجلوبولين جي 2. رقم 4، ان ممكن يكون في اوتو اميون رياكشن اجينست الانتي بادي اللي هي متوجهه ناحيه الكولاجين والدي ان اي. رقم 5، ان بيبقى في انكريز اكسبريشن في الميجور هيستو كومباتيبلتي 2 وبالتالي الترد هيلبر اور سبريسور تي سيل فانكشن، ومما يؤدي الى اكتيفيشن الى البي سيلز. ورقم 6، ان لقوا ان بيبقى في ديفكت في الهيومن ليكوسايت انتيجين اللي هو A9 وB15. نتنقل لجزئين صغيرين، ان حالات الاجريسيف بيريدونتايتس بيبقى في جيناتيك ريسك فاكتور، فغالبيه لقوا ان ميجور جين اللوكالايزد اجريسيف بيريدونتايتس از ترانسميتد ثرو اوتوزومال دوميننت مود انهيرتنت اميون ديفكت familial clustering in polymorph nuclear leukocytes abnormality in localized aggressive periodontitis. The antibody response to AA is under genetic control. عشان كده الجيناتيك فاكتورز بيلعب دور مهم جدا في حالات الاجريسيف بيريدونتايتس. environmental factors اللي smoking الاماونت والديوريشن بتاعه اللي smoking بتؤثر على الديجري اوف destruction seen in generalized aggressive periodontitis. طيب يبقى احنا كده قبل ما نبدا ان احنا نعمل تريتمنت لحالات الجنراليزد اجريسيف
برودونتايتس ولوكالايزد اجريسيف برودونتايتس لازم ابقى احدد البروجنوزس بتاعي. البروجنوزس بيتوقف على ايه؟ بيتوقف هل الديزيز ده الاول جنرالايزد ولا لوكالايزد، بيتوقف هل الديجري بتاعه الديستراكشن اللي حصلت في الوقت بتاع التشخيص. عشان كده كل ما انا اشخص الحالات دي بدري كل ما انا اقدر اعمل كومبرهنسيف تريتمنت واعمل ستوب للاكتيفيتي بتاعه الديستراكشن اللي بتحصل. برضه هل الابيليتي تو كنترول فيوتشر بروجريشن، لان حالات اللوكالايزد اجريسيف بيردونتايتس ممكن يحصل لها سبونتينيوس ريميشن ويحصل لها بيرن اوت ان هو يقف بس وما يحصلش انتشار لبعض المناطق الاخرى. وعرفنا ايه هم الاربع اسباب اللي هو بيخلي ان الديزيز يبقى لوكالايزد للابر سنترال والفيرست بيرمننت مولر. اما الجنراليزد اجريسيف بيردونتايتس ده ما بيحصلوش اي نوع من انواع البيرن اوت. دي حاله ايه؟ لوكالايزد اجريسيف بيردونتايتس، شايف شكل الديفكت فوركيشن انفولفمنت والارك شيب باترن اوف بولوس، برضو كذلك في اللور سنترال انسايزور. لو جينا ان احنا نميز بين الكورونيك بيردونتايتس والاجريسيف بيردونتايتس نعمل مقارنه بسيطه كده. الكورونيك بيردونتايتس بيبقى جاي في الادلت، في الادلت ايج above 35، الاجريسيف less than 30، progression هنا rapidity of progression دي مهمه جدا slowly progressive. المايكرو اورجانيزم اللي موجود هنا الاي اي والبورفيرومونا جينجيفاليز، هنا اللي موجود هنا اللي هو الريد كومبلكس وما يشتمل عليها من جرام نيجاتيف بكتيريا البكتيرويد فورسايسيا والترابونيما دينتيكولا. هنا ما بيبقاش فيه هوست ريسبونس في الكورونيك، هنا بيبقى فيه في الاجريسيف. الفاميليا الاجريجيشن نو اللي هو الفاميليا الهيستوري او نو فاميلي هيستوري او نو فاميليا الاجريجيشن في الاجريسيف بيبقى بوزيتيف. في الكورونيك بيبقى فيه هوريزونتال وفيرتيكال بول لوس، لا المميز هنا في الاجريسيف بيبقى فيه فيرتيكال بول لوس. اللوكال فاكتور هنا بيبقى بريزنت في الكورونيك بيبقى ليتل اور ابسنت في الاجريسيف بيردونتايتس. التريتمنت بلان بتاعت حالات الجنراليزد اجريسيف بيردونتايتس بتقسم الى فيزز. فيز 1 ان انا اول حاجه اعمل اكستراكشن ل اني هوبليستيس ديبيندنج على السيفيريتي. بعد كده اقسمها الى فيزز. فيز 1 ثيرابي هيشمل معايا ان انا اعمل واحد بيشنت اديوكيشن موتيفيشن اورال هيجين انستراكشن بلاك كنترول، اعمل كونفنشنال برودونتال ثيرابي شامل سكيلينج اند روت بلينينج فول ماوس ديسينفكشن، اعمل اريجيشن ويز كلورهيكسيدين رينزنج ويز كلورهيكسيدين. ده بنقول عليه اللي هو فيز 1 ثيرابي. وفي نفس الوقت اعمل اكزامينيشن اوف سيلابنج. ليه؟ لان احنا عارفين ان حالات الاجريسيف برودونتايتس بيبقى فيه فاميليال اجريجيشن، فلازم اخد بالي من النقطه دي. في فيز 1 ثيرابي لازم من ضمن الحالات اللي انا اكتب لازم هكتب انتي بايوتيك. والانتي بايوتيك هنا بيكون مصطلح مهم جدا لازم كلنا نبقى عارفينه، adjunctive. يعني ايه adjunctive؟ عامل مساعد، عامل مساعد للميكانيكال ثيرابي اللي انا اشتغلته اللي هو السكيلينج والروت بليننج. طب ليه السكيلينج والروت بليننج نوت انف ان هو يعمل لي ايريديكيشن او ريموفال للمايكرو اورجانيزم؟ لان المايكرو اورجانيزم له خاصيه ان هو ability to invade the tissue and act as a reservoir for infection. يعني لان المايكرو الاي اي هايلي فيرولنت مايكرو اورجانيزم. عشان كده طب نكتب ايه في الانتي بايوتيك؟ مهم جدا لما انا اجي اكتب انتي بايوتيك لازم اكتب الدوز كامله بالتايم بالوقت اللي هو العيان هيقعده. فبنكتب تترا سايكلين 250 مللي جرام اربع مرات في اليوم لمده اسبوعين. مهم جدا لما اكتب اي جرعه علاجيه لازم اكتب الجرعه كامله. او ممكن ان انا اكتب دوكسي سايكلين 100 مللي جرام بير دي، اول يوم ياخد مرتين في اليوم وبعد كده ياخد وانس ديلي لمده 10 ايام.
طيب لو انا مش هكتب في بديل للدوكسي سايكل، ممكن اكتب مترونيدازول مع اوجمنتين برضو. من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اكتبها، اكتب للعيان ده في حاجة دراج اسمه بيريوستات. بيريوستات ده عبارة عن هوست ميديوليتنج دراج. ده عبارة عن ايه؟ البيريوستات ده عبارة عن دوكسي سايكل انهيليكيت 20 مللي جرام، العيان بياخده توايس ديلي لمدة 3 اشهر. طب فايدة ايه البيريوستات؟ البيريوستات از ادراج يوزد فور هوست ميديوليشن. هوست ميديوليشن يعني ايه؟ ان هو بيعمل انهبيت للكولاجينيز انزيم وستيميوليت الفايبروبلاست ان هي تعمل بيلد اب لكولاجين، فبالتالي بيوقف الدستراكشن بتاع البرودونتال ليجامنت وانهانسمنت للريجنريشن. طيب خلصت فيز 1 ثيرابي، يبقى انا قسمتها فيز. خلصت فيز 1 ثيرابي، في اخر فيز 1 ثيرابي اعمل ري ايفالويشن. ري ايفالويشن ده بعمله بعد قد ايه؟ بعد 4 اسابيع، عشان اشوف الريسبونس للعيان. هل بقى فيه اشوف البليدنج، اشوف البليدنج اندكس، اشوف الجينجيفال انفلاميشن، اعمل اشوف الموبيليتي، اشوف البوكيت، كل ده اقيم حاله العيان طبعا. وعشان اعالج الديفكت اللي حصل نتيجه البون ديستراكشن، الان سواء الانجولار ديفكت والبون لوس اللي حصل، فبلجا ان انا اعمل بعض الريجنريتيف سيرجري، ان انا استخدم بعض البون جرافت ماتيريال والبارير ممبرين. والكلام ده هنعرفه ان شاء الله في البرودونتال سيرجري لما ندرس الجزء ده ان شاء الله في المحاضرات بتاعته بالتفصيل. واخر حاجه ابدا ان انا اعملها اللي هي البرودونتال مينتنانس ات شورت تيرم انترفالز. ننتقل ان شاء الله الى اخر جزء، ان في بعض السندرومز بتبقى اسوشيتد معاها نيوتروفيل ابنورماليتيز، والسندرومز دي بيبقى فيها معاها رابيديتي اوف بروجريشن للبرودونتال ديستراكشن. وهي مجموعه من السندرومز اللي هم البابينيون ليفيفر سندروم، الاهلر دانول سندروم، الداون سندروم، والهايبوفوسفاتيزيا، وسندروم كمان اللي هو شيداك هيجاشي سندروم. نبدا بالبابينيون ليفيفر سندروم. ده عبارة عن رير سندروم ترانسميتد از اوتوزومال ريسيسيف ترايات. السندروم ده بيبقى بيميزه حاجة مميزة جدا، ان بيبقى فيه ديفيوز بالمر بلانتر هايبر كيراتوزس، بيبقى فيه هايبر كيراتوزس في البالم اوف ذا هاند واللور ليج، وبيبقى فيه ايرلي اونست بيرودونتايتس بيبتدي في سن 2 سنين. مع سن 5 6 سنين الطفل ده ممكن يكون كومبليتلي ايدنشلس. بيبقى فيه بروجريسيف بيرودونتايتس افكتنج البيرمننت تيس. ذا بيشنت بيكم ايدنشلس باي ايج 20 ييرز اولد اور ايرلي. ده السندروم ده، دي كيس اوف بابيليون ليفيفر سندروم هايبر كيراتوزس اوف هاند ليج ني اجريسيف فورم اوف بيرودونتايتس سيفير نيوتروفيل ديسفانكشن. بيبقى العيان عنده ديفكت في جين او في كروموزوم اسمه كاسبسين سي جين. الكاسبسين سي جين ده بيبقى موجود على كروموزوم 11 كيو اللي هي اريا رقم 1421. ده الكروموزوم اللي هو رقم 11 اللي هو بيبقى مسؤول عنده الديفكت او المنطقة الجينية اللي هي انكودنج اسمه كاسبسين سي جين. ده بيبقى المين ديفكت في البابيليون ليفيفر سندروم. يعني ايه 11؟ 11 اللي هو الكروموزوم رقم 11. احنا عارفين ان احنا عندنا 22 بير اوف كروموزوم زائد الاكس والواي كروموزوم. عند الكروموزوم رقم 11 الكروموزوم بينقسم الى جزئين، جزء اسمه اللي هو الجزء ده السنترومير اللي هو بيفصل الشورت ارم واللونج ارم. الشورت ارم اللي هو البي ارم، واللونج ارم اللي احنا بنقول عليه كيو ارم. فالمنطقة الجينية بتاعة الكروموزوم اللي هو الكيو ارم ده بتخصم، يعني يبقى عند الكروموزوم رقم 11 كيو 14 كيو 21، يبقى دول المنطقتين اللي هم بيسببهم
ميوتيشن في الكاسب سين سي جين كروموزوم، ده كل اللي يهمنا ان احنا نعرفه في البابليو اللي فيفر، ان بيبقى فيه ميوتيشن في الكاسب سين سي جين كروموزوم، ده موجود عند الكروموزوم رقم 11 كيو. الكروموزوم ده بيخلي العيان عنده هايبر كيراتوزيز في الهاند والني والليج. تاني سندروم بيبقى اسمه ايه؟ الاردانول سندروم. ده بيبقى عنده ديفكت في الكولاجين بوليمرايزيشن، ده عباره عن اوتوزومال دوميننت او ريسيسيف تريات، بيبقى فيه اكسسيف موبيليتي في الجوينت زي ما احنا شايفين في الصوره، اكسسيف موبيليتي في الجوينت يقدر ان هو يتني ايديه بحركات غريبه، انكريز فليكسيبيليتي للجوينت، انكريز اكستنسيبيليتي للسكن، بيبقى في عنده سسبتابيليتي لي بليدنج وهيموريج لان بيبقى في ديفكت في الكولاجين ماتيوريشن اللي موجود في الكونكتيف تيشو، وبالتالي اللي عشان يحصل بلاد هيموستيزيس اول حاجه بيحصل فازو كونستريكشن في البلاد فيزل، فبيبقى العيان ده عنده لايبيليتي للهيموريج، لايبيليتي للجينجيفال بليدنج. الداون سيندروم ده يعتبر سندروم اسمه ترايزومي عند الكروموزوم رقم 21، بيبقى فيه تريبل كروموزوم، ده افكتنج للتشيلدرين، بيبقى هافنج سسبتابيلتي الاجريسيف بيردونتايتس. ليه؟ لان بيبقى فيه عندي هنا طبعا العيان ده عنده بلس ان فيه جيناتيك فاكتور، بيبقى فيه لوكال فاكتورز كونتريبيوتنج لل از ا لوكال بريديسبوزنج فاكتور، اللي بيبقى عنده كلاس 3 مالوكلوجن، بيبقى عنده anterior open bite, lack of lip seal, reduced salivary flow, high frenum attachment, continuous tongue thrusting. الديابيتس هو الديابيتس احنا هنتكلم عنه ان شاء الله في محاضرة منفصلة في اللي هي الفاكتورز او السيستميك فاكتور اللي هي affecting the progression بتاع البرودونتال ديزيز as a risk factor. الديابيتس مش شرط ان هو ان هو يكون هو موجود في الكتاب عند حضراتكم ان هو مرتبط بالاجريسيف، طبعا لا، ده ممكن تبقى الحاله كرونيك بيردونتايتس ومعاه الديابيتس از كنترول ريسك فاكتور، فهو مكانه في الكتاب مش المكان الصح. فانا الكنترول الديابيتيك بيشنت هو ريسك فاكتور، ممكن يكون لكرونيك بيردونتايتس لاجريسيف بيردونتايتس، بس نبقى عارفين هنعرف بعد كده بالتفصيل ازاي الديابيتس از سيستميك ديزيز بيأثر على البرودونتال هيلث از ريسك فاكتور. فمش هنتكلم في النقطه دي، هنخليها للسيستميك فاكتور اللي هي افكت الباثوجينيسيس اوف برودونتال ديزيز. انذر سندروم اللي هو الهايبوفوسفاتيزيا. الهايبوفوسفاتيزيا ده بيبقى عباره عن ايه؟ ديفيشنسي في الالكالين فوسفاتيز انزيم. الالكالين فوسفاتيز انزيم ده انزيم مهم جدا للماتوريشنز بتاع البون، بيتفرز من الكيدني والليفر والبون، فالالكالين فوسفاتيز ده مهم للمينرالايزيشن للهارد تيشو، فكون ان انا يبقى عندي جيناتيك ديزيز مأثر لي على الانزيم ده، فهتبدا يبقى ملامح الجوفونايل بيرودونتايتس جوفونايل هايبوفوسفاتيزيا يبدا يظهر في سن سنتين، بيبقى عند العيان ده تقوس في الليج، بون ديفكت، ديليت كوروجن للفرونتينيل، بيبقى عند العيان ده هايبوبلاستيك سيمنتوم. وخد بالك تاني مره بنقول هايبوبلاستيك سيمنتوم اللي هو عامل يسرع ان يبقى العيان ده عنده لوكالايزد اجريسيف بيرودونتايتس. بيحصل بريماتيور لوس للبرايمري دينتيشن، والبريماتيور لوس ده بيحصل نتيجه ان يبقى فيه اكستنسيف روت ريزوربشن، لان البرودونتال ليجامنت اللي عندي اتاتشمنت ويك اتروفي، وطبعا في قاعده بتقول الجزء الذي لا يعمل يضمر، فانت عندك الويك برودونتال ليجامنت ويك بيحصل اتروفي ديس يوز اتروفي، يحصل اكستنسيف روت ريزوربشن فيحصل ايرلي اكسفوليشن للبرايمري دنتيشن. الجينجيفا ابير كلينيكالي هيلسي ولكن انت عندك ديب بوكيتس وديب ديستراكشن للبون. اخر سندروم في المجموعه دي وبكده نكون خلصنا الاجريسيف بيرودونتايتس سندروم اسمه شيداك هيجاشي سندروم. السندروم ده مش موجود عند حضراتكم في الكتاب بس هو مهم. شايفين الطفل الصغير ده؟
الطفل ده مولود شعر ابيض او ده البنزم. طيب الشداكي جاشي سندروم ده بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده مشكله في 3 حاجات اساسيين، بيبقى عنده نيتروفيل ديفكت، بيبقى عنده ديفكت في الميلانوسايتس، بيبقى عنده ديفكت في الميلانين شيس اللي حوالين النيرف. وبالتالي بناء عليه يكون ان هو عنده نيوتروفيل ديفكت، فبالعيان ده بيتعرض لريبيتد انفكشن، بيبقى عنده سيفير فورم اوف الاجريسيف برودونتايتس او البرودونتال ديستراكشن. كون ان العيان ده عنده ديفكت في الميلانين بيبقى عنده البينيزم، بيبقى عنده فوتوفوبيا. فوتوفوبيا ان هو الخوف من اشعه الضوء نفسها، لان من اللايت ان هو يتوجه لعينه. فوتوفوبيا، سان سنسيتيفيتي، فوتو يعني اضاءه، فوبيا خوف، الخوف من الاضاءه، سان سنسيتيفيتي. تمام، ده كله نتيجه زائد ان هو عنده نيوروبسي. يبقى ده مكونات الشداك هيجاشي سندروم. يبقى الشداك هيجاشي سندروم ده عنده سيفير نيوتروفيل ابنورماليتيز، عنده انفكشن، عنده نيوروبسي، عنده سان سنسيتيفيتي، فوتوفوبيا، والبينيزم. ده كله ليه؟ لان هو عنده ديفكت في 3 خلايا رئيسيين، ديفكت في النيوتروفيل، ديفكت في الميلانوسايتس، ديفكت في الميلانين شيس. نشوف كده الكيس ديت مراجعة أخيرة. 15 years old female patient came to clinic complaining of mobility and central incisor. On examination, minimal amount of deposits were seen زي ما احنا شايفين، و appearance of diastema were seen and deep pockets were detected in relation to lower molars. X-ray showing arc-shaped pattern of bolus localized to first molar. What is your most probable diagnosis؟ طبعا localized aggressive periodontitis. كيس زي دي مثلا ممكن تيجي لحضرتك في الامتحان ويتحط عليها اسئله. يتحط مثلا يقول لك انيوميريت الريسك فاكتور اللي موجوده في الحاله دي ايه؟ يبقى اتكلم اقول والله في بكتيريال وفي اميونولوجيك وفي جيناتيك وفي انفايرمنتال ريسك فاكتور وابدا اشرحهم. ممكن يقول لك انيوميريت الراديوجرافيك مانيفستيشن، انيوميريت الكلينيكال مانيفستيشن. ممكن يكون السؤال ليه بيكون في لوكاليزيشن عند الابر سنترال انسايزر والفيرست بيرمننت مولر؟ لاربع اسباب اتكلمنا عنهم. رقم واحد، لان بيبقى في ايرلي كولونايزيشن، نقولهم تاني مش مشكله، بيبقى عندي ايرلي كولونايزيشن للاي اي حوالين الفيرست بيرمننت مولر والفيرست انسايزر، لان دي الفيرست تيز تو ايرابت. زين الجسم بيكون سترونج انتي بادي ريسبونس، فبيعمل ليميت السبريد بتاع البكتيريا وبيحصل كولونايزيشن في المناطق دي. بس ده سبب. سبب تاني ان الاي اي ممكن تفقد الليكوتوكسيك اكتيفيتي بتاعتها وزن تايم وتبقى لس ليكوتوكسيك بروديوسنج، وبالتالي الاميون سيستم يقدر يتغلب عليها ويحصل بيرن اوت ويحصل لوكاليزيشن في المناطق اللي احنا قلنا عليها. تالت حاجه ان بيبقى في عندنا ديفكت في السيمنتم. رابع نقطه ان بيبقى في سترونج انتي بادي ريسبونس. وان في بعض البكتيريا زي الستريبتوكوكس سينجس عندها القدره ان هي تفرز H2O2 يقدر ان هو يعمل كيلينج للاي اي وستوب للاكتيفيتي بتاعتها. Sixteen years old boy present clinically with attachment to loss related to first molar and incisor only. Diagnosis: طبعا localized aggressive periodontitis. The most common pathogens related localized aggressive periodontitis: Actinobacillus, Actinomycetes comitans. الجزء بتاع الكلينيكال مانيفستيشن والراديوجرافيك مانيفستيشن بتاعت اللوكالايزد اجريسيف مهم، الريسك فاكتور مهم، الاميونولوجيك ريسك فاكتور مهمه، الكوزز اوف لوكاليزيشن حوالين لوكاليزد اجريسيف بيرودونتايتس مهمه، الاهلر دانول سندروم مهم، لان دي مجموعه من السندرومز كلها فيها نيوتروفيل ابنورماليتيز. الاهلر دانول سندروم، الشداك هيجاشي سندروم، الهايبوفوسفاتيزيا،
الايه لاردانول سيندروم والبابيليو اللي فيفر سيندروم. وبكده يبقى احنا خلصنا محاضرة الاجريسيف برودونتايتس. جود لك اند ثانك يو.